يمكن احيانا مسموح استعمال الكاميرات الخفيه لما بدنا نثبت شيء على صاحب سلطه مسنود، ما في طريقه ثانيه نثبت عليه. في قرار حزبي من حزبين انه هيدي المباراه ممنوع تلعب تصير. ليش انتم معتبرين انه في جريمه قتل ورا الموضوع؟ لانه في جريمه قتل. طب لا الاولاد بدون الكول وبدون دخان. عمر 12 و17 يعتبر في فرق كبير بينهم. كل لاعب بحب يلعب ضد جمهور النجم عشان يبرد صراحه. شبين اثنين من خير شبابنا يعني انقتلوا بدم بارد. للنشر مع ريما كركي، الاثنين 9:30 مساء على الجديد